أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد أحمد عناقرة. بداية مساك مساك. أهلا مساك سعيد. كلك زو. طبعا في البداية حضرتك صاحب مطعم تشيز برجر وبالتحديد في إربد. نعم. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. يا ستي أنا أحمد عناقرة، يعني عمري 32 سنة. المجال هذا دخلته من 2013-14، دخلت اشتغل بمطاعم مثل يعني مشهوره مثل فاير فلاي وفنادق اكثر شيء. بعدين ربنا اكرمنا يعني شد حيل الواحد واخذنا اسم واشتغلنا بطابع شخصي طبعا وبصمه شخصيه لي. نعم. ابتكارات بتخصني تميزت فيها عن الناس الثانيه بالاردن هنا او باربد نخص، بيحبوا الاكل بيحبوا يجربوا او يعملوا تجارب جديده، فلما تنزل وجبة جديدة في قابلية انهم يجربوا، مش مثل اماكن ثانية ممكن بيخافوا او بترددوا انهم يجربوا شيء غير اللي بيعرفوه. نعم. والحمد لله هنا يعني عم نمشي على الدرب. بالتوفيق. بس شو هي اهم الخدمات والاصناف اللي عم بتقدموها عندكم هون؟ اهم شيء انه عم نصنع الاكل بحب بالمعنى الحرفي، يعني كفالة على الطعم عم نعطيها للزبون، اللي ما بيعجبه اي شيء عم نرجعه. مثلا عندنا الرول عم نتميز فيه، 5 رولات، طريقة شغلهم، تقطيعهم، تقديمهم. النيويورك في عندي وجبة اللي هي التوب سيلر بالدجاج، نيويورك تشيكن، هي وجبة مميزة عم تاخذ سلطة من فوق من تحت، دجاج حصري يعني ما في اشياء. هلا في برجر مميز مثل الكابوي كرانشي، كابوي كرانشي برضه وجبة مميزة. الحمد لله بصمة شخصية وطابع شخصي، يعني مش عم نقلل حدا. شو اللي عم بميزكم عن مطاعم البرجر الثانية هون بإربد؟ هلا شوفي، اللي بميزنا اللي الزبون اللي بتردد علينا، الكرم أهم صفة عندنا، أنه يعني لو طلبي بتصص بياخذ تنتين، لو ما عجبته الوجبة ببدلوا إياها فورا، مستحيل آخذ كمبلين إلا بتلقاها بخبز وساعة صدر. لو شو ما كان أهم شغلة ما يطلع الزبون محموم باله، انه اجى يجرب اشي وما عجبه، ممكن الغلط وارد عندنا لو بنسبة 1%، ممكن يزيد القلي يحرقه يسوي له اشي مش مزبوط، فانا هذا الاشي مرفوض. بالعكس انا بشكر كل واحد بيعطيني فيدباك لو سلبي. نعم. فاحنا متميز انه بنكفل الطعم للزبون بالمعنى الحرفي. نعم. شو هي اهم المشاكل اللي عم بتواجهوها بهذا القطاع؟ والله ستي مشاكل هي استغلال التجار للجائحة اللي اجت اللي هي كورونا وعواقبها، زي ما تحكي المواد الاولية كلها ارتفعت كثير، يعني الواحد اذا كان في مجال انه يتمدد ويتوسع هسه صعب. طبعا بالاضافة للضغوطات الحكومية، ضرائب، تراخيص، عم بيضغط، ما حدا بتسامح، يعني لو صار ما صار سكرت شهرين ثلاث ما حدا عم بتسامح معنا. نعم. هاي الشيء سبب عواقبنا هاي. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله ماذا ستقول؟ يعني صاحب الجلاله الله يطول بعمره، يعني كلمه واحده احكي له يا سيدنا، يعني اذا احنا ابنائك وانت اللي بتحكي احنا ابنائك لازم نتحمل معك. الفاسدين ضروا البلد، ما ظل فينا روح، يعني بصراحه الشباب عم بيموت، فانا اتمنى من جلال سيدنا انه يوقف الفاسدين عند حدهم، واحنا بنعرف كلنا انه سبب الدمار بالبلد الفساد. البلد فيها خير، فيها شغل، وفيها كثير اشياء ممتازه واحنا بنحبها، ومعه على الموت طبعا، يعني مع جلال سيدنا وبنتحمل اكثر واكثر. بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ والله شوفي بشكر والدتي الله يطول بعمرها، اللي هي كانت سبب انه الواحد يكون ناجح. يمكن هي عانت شوي بحياتها ان ربتنا ايتام، ف يعني حبيت اساعدها باي طريقه لو بشيل حالي عنها، والحمد لله لما يعني تزوجت وصار عندي بيت وجتني بنوته هون توسع الرزق. تعرفي يعني سبب الرزق الاول هو البنت، الحمد لله رب العالمين، لانه بس اجت بنتي انا اخذت محل صار لي. بالتوفيق. كيف يمكن للساده المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ احكي لي اكثر، وين موقعك بإربد وطرق التواصل معكم؟ احنا بأربيل لمول، اللي هو مول أربيل الطابق الثاني، طابق المطاعم. التواصل معنا عن طريق صفحه الفيسبوك او الواتساب، على رقم، في رقم للدليفري، في رقم للتواصل، واحنا جاهزين بخدمه اي حدا بحب يجربنا، اي زبون جديد احنا مرحب فيه. شكرا لك. بشكرك وبشكر برنامجك. كلك زو. شكرا لك. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين اود ان اشكر السيد احمد عناقري على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا، نورت شاشتنا. شكرا لك. شكرا لك. كلك زو.